Okay, good morning. شكرا جزيلا على حضوركم. Let's go to page 8. So before that, كانت مقالة عن الفرق بين الميث, legend and history. مثل ما ذكرتوا بالمقالات اللي قبل شوي قرناها, الميث هو عبارة عن قصص خرافية. خرافات الشعوب تصنعها لنفسها حتى تعطي عمق تاريخي, عمق ثقافي. تصنع لها مجموعة من الأفكار والقيم الأخلاقية لنفسها من خلال القصص الخيالية اللي تصنعها لنفسها. إنه مثلا الحضارة اليونانية صنعت خرافات عن الآلهة, زوس, هيديز, بوسايدن وإلى آخره, الخرافات المعروفة, خرافات الآلهة, ميثولوجيز, حتى تصنع تعطي عمق تاريخي لنفسها, قوة ثقافية تعطي نفسها. لأنه الحضارات سابقا كانت تتفاخر بثقافتها وبحضارتها وبأصولها في عمق التاريخ. فمن ينسبون نفسهم إلى الآلهة وأنه هم شعب متصل بهؤلاء الآلهة, فيعطي قوة نفسهم أمام الآخرين, لأنه بتعرفون الثقافة هي سلاح مهم في الهيمنة على الشعوب الأخرى. الثقافة والحضارة والمعرفة هو السلاح ذو حدين, يعني أنت تقدر تستخدمه في بناء البلدان وفي احتلال ودمار البلدان الأخرى. ولهذا الشعوب تحاول أن تصنع خرافات لنفسها من أجل أن تعطي ثقل ثقافي وثقل معرفي لنفسها, لأنه كانوا يحتاجوه إلى جانب قوة السلاح, إلى جانب قوة السيف, كانوا يحتاجون قوة المعرفة. ولهذا من خلال صناعة الأساطير, من خلال صناعة تاريخ مزيف, ومن خلال صناعة قصص خرافية, كانوا يعطون لنفسهم عمق حضاري وعمق تاريخي وعمق أخلاقي لنفسهم. هذا من جانب الأساطير. أما من جانب الليجند اللي هو شنو؟ الأسطورة. الأسطورة والتاريخ جدا متقاربات, جدا متقاربات, أكو خط رفيع جدا يفصل بيناتهم. الليجند من يقولون مثلا شخصية ليجند, ليجند أوف فاوست, فاستس هو هذا ليجند مو صحيح. الليجند معناته أنه أكو كانت شخصية حقيقية في التاريخ باسم ليجند, باسم فاستس, أكو شخصية حقيقية موجودة بالتاريخ. ولكن شنو اللي صار فيما بعد؟ الشعوب تضيف إلى هذه الشخصية بعض الصفات الخارقة للطبيعة, ما وراء الطبيعة, وتعطي ثقل ما وراء بشري, زين, ويخرجوا من دائرة البشرية. ولكن هو شخصية حقيقية, ولكن القصص اللي موجودة حول هذه الشخصية هي قصص خيالية وغير واقعية. ولكن إذا ترجع للتاريخ تلقى نعم هذه الشخصية كانت موجودة, زين. أما التاريخ فهي قصص حقيقية, فهي قصص حقيقية, أحداث حقيقية حثت في مجرى التاريخ. بالمناسبة حتى الأحداث الحقيقية اللي موجودة بالتاريخ عليها علامة استفهام, لأنه إذا إحنا نريد نصنف العلوم حسب قوتها وحسب قربها إلى الحقيقة, في رأس القائمة هو علم الرياضيات. الرياضيات قبل ما يقبل خطأ, الرياضيات أقرب علم للحقيقة, لأنه مثل ما يقول باسكال أنه العالم والكون خلق بلغة الرياضيات, مخلوق بلغة الرياضيات. يعني كل شيء ممكن توصل من خلال الرياضيات, لأنه هو أقرب علم للحقيقة, يعني ما يقبل خطأ. 1+1=3 مو لو لا, مو لو لا, لا 3 يساوي, من أنا أقول يساوي 3 يعني 3 مو صحيح؟ أوكي. فإذن هو أقرب العلوم للحقيقة. أما أبعد العلوم عن الحقيقة, طبعاً إذا نسلسلها مثلاً وراه يجي الكيمياء, فيزياء, علم الاقتصاد, علم الاجتماع والآخرين, أبعد العلوم عن الحقيقة هو علم التاريخ. علم التاريخ لأنه التاريخ بالتالي أنا وياك نكتبه, والكاتب من يكتب التاريخ ومن يكتب الأحداث يسقط قناعاته وأيديولوجياته على الأحداث اللي صارت بالتاريخ, يحذف ويضيف على الأحداث ويعدل بالأحداث, ولهذا تكون جداً بعيدة عن الحقائق. مو معناته التاريخ هو غير حقيقي, وإنما الحقائق والقصص المزيفة هي أكثر من القصص الحقيقية. والدليل أنه مثلا تشوفون في تاريخ الحديث النبوي, حديث اللي وصلت لنا عن النبي محمد, أغلبه مزور وأغلبه غير حقيقي. ولهذا شوف التاريخ أنه لازم واحد يكون حذر في التعامل معه ويشخص أي نسخ من التاريخ هو حقيقي وأي نسخ من التاريخ هو غير حقيقي ومزيف. فذني الفروقات بين الليجند, ميث and history. Okay, let's go to page 8. Week 3. The Faust legend
Origins of the Vows Myth and its transformation in Marlowe's play. إذن هي شخصية حقيقية موجودة بالتاريخ، ولكن كيف أعاد كتابة هذه الشخصية؟ كريستوفر مارلو شلون أعاد كتابة هذه الشخصية في المسرحية؟ هذه الشخصية الحقيقية كيف صنع من عندها أسطورة؟ كيف صنع من عندها أسطورة؟ وكيف تلاعب بها وضاف من عندها؟ The Faust legend is one of the most enduring and powerful myths in Western culture, revolving around the theme of a man's pact with the devil in exchange for knowledge, power, or earthly pleasures. إذن هي أسطورة جدا معروفة ومشهورة في الحضارة الغربية، وهي عن شخصية وقع عقدا مع الشيطان من أجل الحصول على القوة ومن أجل الحصول على المعرفة، وطبعا من أجل الحصول على الملذات الأرضية وملذات الدنيوية. وطبعا هو أصلا معروف الشيطان بهاي النقاط الثلاث، وبالأخص معروف بـ knowledge. الشيطان يعني في الأساطير وفي الأساطير المسيحية وحتى بالإسلامية أنه الشيطان يتميز بأنه صاحب عقل وصاحب معرفة وصاحب فكر. يعني هذا المخلوق مو مخلوق مجرد شغله يجي يوسوسكم، زين يحتاج أنه إلى معرفة حتى يعرف يوسوس الإنسان ويجي يحرف الإنسان. طبعاً هو الشيطان بالنسبة لكم يحتاج معرفة كثيرة، شغلكم هين يحتاج إلى عقل ومعرفة هواية، أمور راح تكون هواية أبسط. يعني هذول المبتدئين شياطين مبتدئين ممكن يحلون الموضوع. بس هو الشيطان لوسيفر، الشيطان ذاك الأكبر، هو كان حسب الأساطير المسيحية زين أنه كان رجل صاحب معرفة وفقيه وعابد وعارف وإنسان يعني مخلوق محترم، ولكن زل قدمه وانحرف وصار اللي صار فيه. وأيضا معروف بالقوة power، أنه عنده قوة على سيطرة على الناس على الأماكن وعلى الزمان وإلى آخره. فإذا وقع العقد فاسس مع الشيطان من أجل الحصول على المعرفة ومن أجل الحصول على القوة. نروح على الصفحة اللي بعدها، page 9. Origins of the Faust Myth. The historical figure associated with the Faust myth is Johann Georg Faust. Johann، طبعا يوهان هنا هم تنقرأ نسبة إلى جان، اللي باللغة العبرية جان تنقرأ يان. وهو هذا أنه أكو بعض الآراء، مثلا عندك زيد حامد أبو نصر عنده رأي أنه يقول القرآن كتب من دون حروف، من دون نقاط. أول ما انكتب اللغة العربية ما كان بها نقاط، فيحيى بالقرآن بدون نقاط انكتبت. ولكن فيما بعد، بعد ما صارت الغزوات واحتلوا الدول وغير العرب العجم اجوا الى الاسلام، فاحتاجوا انه ينقطون. زيد حامد زيد حامد ابو نصر عنده راي يقول انه يحيى كانت بالاصل هي يحني، ولكن بالتنقيط تغيرت التنقيطات وصارت يحيى. ولهذا شوف مثلا باللغه الانجليزيه يحيى هو يان، يوحنا او يان او يحني، فهي اقرب الى يان. المهم هذا موضوع اخر. اذا هذا الشخص حقيقي كان اسمه يوهان جورج فاوست، a German scholar, alchemist and magician who lived in the early 16th century. Little is definitely known about Faust's life, but contemporary accounts describe him as a controversial and enigmatic figure who claimed supernatural abilities. His reputation as a magician and alchemist, one who allegedly made a pact with the devil to gain knowledge and power, began to take shape after his death around 1540. إذن هي شخصية حقيقية. تقريبا هذه الشخصية توفت في 1540، صحيح 40 مكتوب؟ إيه 1540ات. أكو نقطة كلش مهمة هنا، أنا يقول القليل نعرف القليل عن هذه الشخصية، يعني ما نعرف هواي أمور عن هذه الشخصية. وبدأت هذه الأساطير أنه وقع العقد مع الشيطان وكان رجل خارق للطبيعة، بدأت هذه الروايات والأحاديث والقصص عن شخصية دكتور فاسس بعد وفاته. زين السؤال، ليش هذه القصص عادة
تنتشر بعد وفاة الإنسان. الشخصية السيئة تصبح جدا شريرة، والشخصية الجيدة بعد وفاتها تصير شخصية خط أحمر ومقدس. ليش دائما بعد الوفاة الإنسان يصير خط أحمر ويصير مقدس؟ ليش بعد وفاته دائما يصير شخصية جدا شريرة وجدا مظلمة مأساوية؟ ليش بعد وفاة الإنسان تحدث هاي الأمور؟ ليش مو بأيام حياته؟ بعد بس انتم بعد وفاتكم راح يقولون عنكم خوش اوادم لو مو خوش اوادم؟ نعم؟ لا اكيد خوش اوادم. شو تفاجئتوا عباكم؟ شو راح اقول؟ شنو السبب؟ ليش؟ هذا ممكن سبب يكون، يسموه historical distance، البعد التاريخي، انه انت كل ما تبتعد عن حدث تاريخي ممكن تفتهمه بشكل افضل. بس اكو سبب ثاني اخر. يس راح شنو تتوضح عنه؟ شنو احداث تتوضح؟ تتوقف الاحداث. اوكي نعم تفضل. اوكي شكرا. طبعا من جانب سايكوناليتيك، جانب تحليل اجتماعي نفسي اللي تبنيته من جيجيك ولاكان، الانسان احنا مثل ما قلنا بالمحاضره الاخيره انه ارسطو شو يقول؟ الانسان هو حيوان متعلم. الانسان هو حيوان متعلم وعنده دائما الفضول، حب المعرفه وحب التعلم، عنده فضول لمعرفه الاشياء. فهسه تخيل وياي انت عندك مثلا صديق او زميل، صديقك بس اكو امور غامضه ما تعرفها عنه، فيصير عندك فضول تريد تعرف عنه هذه المعرفه، يصير عندك علامه استفهام، يصير عليك علامه سؤال، تريد تعرف هذا النقص المعرفي اللي عندك، اكو معلومه مفقوده عن زميلك او عن صديقك. فتريد تحصلها بس ما تحصلها لاسباب مختلفه. مثلا هو ما يعطيك الاجابات الصحيحه. فتبقى غموض في بالك. الانسان في طبيعته من ما يحصل اجابه مقنعه، شو يسوي؟ لازم يملا الفراغ اللي عنده. شلون يملا الفراغ اللي عنده؟ باللجوء الى المخيله. باللجوء الى المخيله. الان تبدا المخيله في صناعه الاجوبه. في صناعه الاجوبه. وعاده المخيله تميل انه تصنع اسوأ الاحتمالات عن الاخر. تصنع الاسوأ الاحتمالات واسوأ الاجوبه عن الاخر. زين؟ لانه الانسان في طبعه يميل انه يكره الاخرين. يميل انه يكره الاخرين، يعني في طبع الانسان انه يكره الاخر. وعنده ضغائن نحو الاخر. ولكن هي الثقافة والدين والأخلاق اللي يمنعنا أن نظهر هذه الأحقاد ونظهر هذه الكراهية نحو الآخر. ولكن في طبع الإنسان هو يكره الآخر وعنده أنانية تجاه الآخر. وطبعا هاي قضية تطورية، لأنه إحنا أسلافنا لو ما كانوا عندهم هذه الأنانية لذاتهم ما كانوا ينجون. تعرفون أنه كان الطعام قليل سابقا قبل مثلا 200 ألف سنة ما كان أكو طعام. فمن قال مثلا فت فريسة يحصل على فريسة حتى ينجو هو وعائلته، كان يحتفظ بالطعام لنفسه ولعائلته لزوجته واولاده، ما كان يعطيها مثلا الى اولاد عمه او الى جيرانه. ولهذا اسلافنا طوروا قابليه الانانيه في داخلهم من اجل النجاه، انه يحافظون على نسلهم. لانه لو كان مثلا يحصل على فريسه ويوزعها منا ومنا خلص ينقرض، ما حد يحصل على اكل، يكون طعام قليل وينقرضون. فالانسان فيه طبعا اناني ويكره الاخر ودائما يسيء الظن بالاخرين، دائما عندك كراهيه تجاه الاخرين. فانت من تفقد معلومه معينه وما عندك معلومه عن الاخر تلجا الى مخيلتك في صناعه الاجوبه عن الاخر. وفي هذه الحاله في هذه السيناريو تصنع اسوء الاحتمالات عن الاخر وتصنع اسوء الاجوبه عن الاخر. ولهذا بعد وفاه دكتور فاسس بدانا نصنع اسوء القصص عنه، انه كان عنده عقد مع الشيطان وكان عنده علاقه مع الشيطان وكان عنده صداقه مع الشيطان. لانه احنا ما عندنا كان معرفه عن دكتور فاسس
والثقافة المسيحية كانوا يكرهون السحرة، كان السحر محرم، ولحد اليوم هو عبارة عن كفر ومحرم. ولهذا سمعنا أنه دوتن فاسس كان يمارس السحر، ولهذا بعد وفاته بدينا نألف ونصنع قصص سيئة ويعني مأساوية عن هذا الشخص بعد وفاته. ليش؟ لأنه لجأنا إلى مخيلتنا في صناعة وملء الفراغ المعرفي اللي عندنا تجاه هذه الشخصية. فدائما القصص الغير حقيقية وغير الواقعية تحدث بعد وفاة الشخص، لأنه بالتالي نلجأ إلى مخيلتنا في صناعة التاريخ وكتابة التاريخ. أوكي، خلينا نروح على صفحة 9، هو نفس الصفحة عفوا، بالنهاية الباراجراف الأخير. Marlowe's transformation of the Faust legend. إذن عرفنا أنه دكتور فاسس كان شخصية حقيقية، زين، كان شخصية حقيقية وكان شخصية موجودة، ولكن تغيرت الأحداث عنه بعد وفاته. من الأشخاص اللي غيروا الأحداث وغيروا القصص عن دكتور فاسس هو كريستوفر مارلو في مسرحيته. جاب هذه الشخصية الحقيقية وأضاف لها أمور خيالية وأضاف لها دراما وأضاف لها أمور اللي هو كان موجودة في قناعاته. مثل ما قلنا دائما المؤرخ أثناء ما يكتب التاريخ يضيف قناعاته ويضيف ثقافته ويضيف إسقاطاته وأيديولوجياته على الأحداث التاريخية. كذلك هنا كريستوفر مارلو، كريستوفر مارلو حاول أنه يضيف على دكتور فاسس أحداث من صناعة مخيلته. فشنو اللي يضاف عليها كريستوفر مارلو؟ هي هاي النقطة اللي إحنا ندور عليها في هذه المسرحية. هنروح على صفحة 10، اللي هن 4 نقاط. Okay, Dr. Fossus as a Renaissance man. Renaissance or Renaissance? ثنائي صحيحات. ها؟ عصر النهضة. بالضبط. Marlowe's Fossus is very much a product of the Renaissance, embodying its spirit of intellectual inquiry and desire for transcendence. Rather than simply a man of moral weakness, Fossus is a highly intelligent and ambitious scholar who has mastered all fields of conventional knowledge, logic, medicine, law, and theology, but finds them insufficient. He seeks something greater, limitless knowledge and power, the ability to transcend the boundaries of human existence. إذن كان يمثل لنا هو دكتور فاسس بنا شخصية حقيقية، ولكن كريستوفر مارلو غير هذه الشخصية وسواها شخصية رينيسانس من عصر الرينيسانس. قلنا شنو الرينيسانس معناته؟ أخذتوه بالشعر مو صحيح؟ أخذتوه؟ تقريبا 1485 إلى 1630، هذا تقريبي مو سنوات، لانهم ما حد يقدر يحدد بالضبط شو قد بدأت النهضه وشو قد انتهت النهضه. شنو مواصفات النهضه بالله؟ عصر النهضه بمن امتازت؟ سنقول عصر النهضه او عصر التنوير. بمن امتاز؟ شنو مواصفاته؟ هاي واحده من الاسباب، الكتب والترجمه، روايات، مسرحيات، مجلات، بعد انتوا دائما اذا تريدون تعرفون اهميه في موضوع معين دائما سووا مقارنه مع اللي قبله ومع اللي بعده. زين، انت هذا اللون الابيض ابيض يبقى ابيض، ما تعرف شنو معناته اللون الابيض الى ان تخليه هنا اسود. ها هو هذا الاسود، اذا هذا ابيض، لازم تسوي مقارنه حتى تفتهم شنو معناته. زين، او مثلا تيجي تعرف لك الماء، سمينا واحد خليه يعرف الماء، صعب يعني، ممكن تطيف التعريفات، صعب تعرف الماء شنو معناته. بس افضل طريقه حتى تعرف الماء تسوي مقارنه مع النار، والنار هيك شيء والماء هيك شيء، هو المقابل راح يفتهم معنى الحقيقي افضل ما تقعد تشرح له. فحتى نعرف شنو معنى الرينيسانس بالضبط نسوي مقارنه مختصره مع اللي قبله، نشوف اهميه عصر النهضه شنو كان، عصر التنوير شنو كان اهميته.
قبل رينيسانس شنو عندنا؟ ميديفال او دارك ايجز. شنو معناه دارك ايجز؟ العصور المظلمة. تقريبا من 1100 يبدي من الاحتلال الفرنسي الى 85. شبيها عصور المظلمة؟ ليش سموها بالعصور المظلمة؟ بالضبط. بعد هاي هم سبب آخر. نعم. والموت والطاعون اللي صار. عبودية أيضا. أي نعم. عبودية موجودة من أول. تشدد الديني اللي هو بسبب الكنيسة. نعم. طبعا هم يقولون هواي أسباب سموها بالدارك ايجز. واحدة من الأسباب هو الطاعون اللي صار. الطاعون الأسود اللي صار في أوروبا. يقولون انه تقريبا نصف سكان اوروبا بالضبط نصفهم ماتوا بسبب الطواعين. تخيل يعني كل اثنين واحد معدوم يموت. فشيء مرعب كان الطاعون اللي صار في اوروبا. طبعا حتى بالبلاد العربيه صار بس الظاهر في اوروبا كان اشد بكثير. فحقيقه كانت مجازر صارت يعني مجازر بالطاعون اللي ناس ماتوا نصف الناس ماتوا بالضبط يعني هاي القاعه تقسمها بالنص. هسه لو انتم تموتون لو البنات يموتن ما ادري كيفكم اذا ساطعون المن كيفكم انتم بعد. المهم انتم بعدين تفاهموا بيناتكم. فهذا واحده من الاسباب انه سموها بالعصور المظلمه. السبب الاخر اللي هنا تفضل به اللي هو بسبب التعسف الكنيسه اللي كان موجود. الكنيسه كانت جدا تعسفيه وجدا ظالمه بالنسبه لشعوبها كانت. لأنه الكنيسة كانت متحكمة بمصائر الناس. الحاكم ممكن يتحكم في قراراتك السياسية، ممكن يتحكم بيك في دنياك. بس مشكلة الكنيسة اللي من يدخل بيها الدين، الكنيسة من تكون ظالمة راح تتحكم في دنياك وآخرتك، راح تسلب من عندك الدنيا والآخرة. بينما الملك الحاكم زين يسلم عندك بس الدنيا خلص يعني يعوف لك الآخرة. بينما من تكون المؤسسة الدينية فاسدة، من تكون الكنيسة فاسدة راح يسلب من عندك الدنيا ويسلب عندك الآخرة لأنه تيه عليك. فهو هذا يعني أسوأ الأمور اللي ممكن تصير مزج الدين مع السياسة هو هذا أنه تفقد الدين والآخرة الدنيا والآخرة. المهم فكانت الكنيسة جدا تعسفية متسلطة على رقاب الناس وعلى يعني مشاعر الناس وعلى أموال الناس وعلى أعراض الناس وعلى أراضي الناس وعلى أموال الناس وعلى كل شيء. كانت الكنيسة جدا تعسفية وجدا ظالمة. كانت الكنيسة متحكمة بمصائر الناس كلها يعني ويأخذون أموالهم ويعتدون على أراضيهم ويعتدون على أعراضهم ويعتدون على كل شيء. يعني كانت الكنيسة جدا تعسفية. إلى أن بعدين صارت إصلاحات بها. طبعا هي ما باقية بهذه الطريقة لليوم، صار بها إصلاحات بس هو بذاك الوقت كان جدا تعسفية وظالمة. ولهذا من أسوأ الأمور اللي كانت يعني موجودة أيام حكم الكنيسة على أوروبا أنه ما كانوا يسمحون للناس بالتفكير ولا بالكتابة ولا بالقراءة ولا بالدراسة خارج حدود الكنيسة. المعرفة الصحيحة هي المعرفة اللي تعلمك إياها الكنيسة، المعرفة الصحيحة اللي تأخذها من الكنيسة من رجل الدين المسيحي من القسم. وإلا المعارف الأخرى هي معارف شيطانية مثل ما جاي نشوف مع دكتور فاسس. دكتور فاسس يأخذ معرفة من الشيطان. وأي معرفة هي معرفة لا تموت بالكنيسة بصلة إذن هي معرفة شيطانية. فصار عندنا عصور مظلمة لأنه ما كان أكو مجال ومساحة للعقل. العقل ما كان عنده مساحة. بينما الرينيسانس النهضة أو العصر التنوير على عكس العصور المظلمة. التنوير اللي صار تنوير العقل. هنا كان ظلمة للعقل وظلمة للمعرفة. هنا صار تنوير للعقل. صار عندنا تنوير للعقل والناس تخلصوا من حكم الكنيسة المتشدد. طبعا هي بقت الكنيسة تحكم ولكن مو بالتشدد اللي سابقا كان موجود. بدا الناس عندهم حريه فكريه، حريه بالراي، حريه بالكتابه وحريه بالاراء وصار عندهم حريه نسبيه صار عندهم. زين؟ فاذا صار عندهم حريه في الحصول على المعرفه. دكتور فاسس كان يركز على هاي النقطه انه عفوا كريستوفر مارلو الكاتب كان يركز على هاي النقطه انه دكتور فاسس يمثل هذه الشخصيه اللي موجوده في عصر التنوير. صار عنده حريه وطلع من قيد الكنيسه. شلون هسه بالفصل الاول بالسين 1 المشهد الاول ايش قال بالمكتبه من كان قاعد
قال ما يفيدني انا الدراسه في الكنيسه ودراسه الدين ما يفيدني. هو هذا الناس بداوا يكسرون قيود الكنيسه، انه قالوا خلاص الكنيسه احنا بعد ما نقدر نشتغل وياها لانه اكو معارف افضل، معارف اخرى. هو هذا شخصيه الرينيسانس. بس نفس الوقت دكتور فوسس حاول يركز على موضوع كلش مهم وهو غرور الانسان. غرور الانسان انه ما كان يكتفي بهذه المعارف اللي موجوده. زين مشكله الرينيسانس عصر التنوير اللي صار عندنا، ايضا صار عندنا شنو اللي صار عندنا بعد؟ صار عندنا حاله من الغرور. الانسان اصاب الغرور، الانسان اصاب الغرور، وهذا يعني بالمفهوم الديني أسوأ ذنب ممكن يصير عند الانسان هو الغرور. لانه مثل ما الشيطان او ابليس لوسيفر تحول من شخصيه جيده الى شخصيه سيئه بسبب هذا الذنب الواحد وهو الغرور، ما قبل يسجد لادم، صحيح؟ بسبب الغرور فانطرد من هذه الجنه. وكذلك الانسان هنا اصاب الغرور، اصاب الغرور وبدا المنحدر الفكري والاخلاقي، بدا هنا يتحول عندنا ويظهر عندنا المنحدر الاخلاقي. اوكي نمبر 2، مثل طبعا هاي الكوتيشن موجود كلش معروفه اشرناه بالمحاضره السابقه. A sound magician is a mighty god. Here, Faustus, try thy brains to gain a deity. الساحر المتعلم هو إله مقتدر. أشرتوها مو صحيح؟ ويخاطب نفسه أنه من خلال السحر تستطيع أن تحصل على الألوهية. وهذا الغرور اللي شفناه موجود في الرينيسانس. ان الناس بداوا يعتقدون انه راح يوصلون الى مرحله الالوهيه والربوبيه من خلال المعارف اللي راح يحصلون عليها. نمبر 2 psychological complexity and moral ambiguity. Marlowe introduces psychological depth and moral complexity into the character of Faustus, making him more than a straightforward cautionary figure. Faustus is not simply evil. He is torn between his grand desires and knowledge that he's making a dangerous bargain. His inner conflict, his moments of doubt and regret make him a tragic figure rather than a mere villain. من الأمور اللي سواها أيضا دكتور فاسس كان حقيقة إنجاز في المسرحية. روح غسل وجهك تعال. نعسانة كل شيء. لا كلش نعسانة. إذا واحد يجي ويا قهوة شيء حتى يلهي نفسه طبيعي بالمحاضرة. اكل ممنوع طبعا، بس الواحد يشرب قهوه، شاي، ماء، عصير. ولا تغفون المحاضرات، يعني هذا موضوع اشوف واحد يغفي يعني كلش قضيه مزعجه. شربوا قهوه قبل لا تجون، يعني قهوه زينه. صحيح يعني مو الا صوروها بالستوريات زين وانا جاي اشرب قهوه، بس يعني عادي قهوه جيده شربوا وحدكم، ما حد يشوفكم وتعالوا حتى شويه تنشطوا يعني تتنشطون. على العموم جيبي قهوه تجين جيب لي وياك. اوكي. اللي سواه كان الانجاز اللي موجود انه حاول يدخل الى عقل الكاتب. هاي قضيه ما كانت مالوفه. سابقا كانوا امور يعني واضحه وامور ارشادات دينيه كانت موجوده بالمسرحيه سابقا. الان الامور اختلفت. كريستوفر مارلو في دكتور فاسس في هذه المسرحيه حاول يدخلنا نحن المشاهدين والقراء الى داخل عقل الشخصيات. الى داخل عقل دكتور فاسس. لانه اكو مقوله معروفه طبعا لليساريين، الجبهه اليساريه زين، تعرفون منهم يساريين؟ جماعه الحزب الشيوعي والماركسيين يساريين، او الاشتراكيين صح التعبير. عندهم مقوله معروفه يقولون A villain is the one whose story you haven't heard yet. الشخص الشرير هو ذلك الشخص الذي لم تسمع قصته بعد. طبعا بعبارة أخرى الإمام علي يقول الناس أعداء ما جهلوا، صحيح؟ الناس أعداء ما جهلوا، إنه أنت ما دام تجهل لك واحد وتجهل قصته وتجهل حياته راح تكون عندك عداوة بينك وبينه. زين؟ طبعا هي هاي كلمة حق يراد بها باطل أخذوها هذول الاشتراكيين. زين؟ صحيح إنه أنت لازم تتعرف على قصص الآخرين حتى لا تحكم عليهم بأمور سيئة. ولهذا هنا شو يقول؟ احنا ما يصير نتعامل مع دكتور فاسس على انه شخصيه شريره. لا،
كريستوفر مارلو حاول يدخلنا الى عقل دكتور فاسس ونعرف قصته ونعرف مشاعره والصراعات النفسيه والاخلاقيه اللي كان يمر بيها. يعني من خلال هذه الصراعات راح نتعرف انه شنو اللي دفعه انه يتخذ هذا القرار، قرار توقيع العقد مع الشيطان، قرار توقيع العقد مع الشيطان. فاذا يدخلنا الى داخل عقل الكاتب والصراعات النفسيه اللي كان يمر بيها. Number 3, humanism and the limits of knowledge. Why the original Faust legend is a clear moral warning against the dangers of dealing with the devil, Marlowe complicates the theme by emphasizing the tension between humanism and religious orthodoxy. Faust's desire for knowledge is not inherently evil. In fact, it reflects the humanist ideals of the Renaissance. However, Marlowe explores the limits of human aspiration, suggesting that certain forms of knowledge are beyond human grasp and that the pursuit of such knowledge can lead to self-destruction. ايضا هنا حاول يبين لنا قضيه كلش مهمه انه الانسان صار عنده هنا حاله من النرجسيه والغرور والتكبر، انه يقدر يحصل على كل المعارف ويحصل على كل القوه ويحصل على كل الامور اللي يريدها. ولكن هنا حاول يبين لنا انه الانسان محدود في فهمه وفي عقله وفي قراءاته. Number 4, the role of the supernatural. Marlowe's adaptation of the Faust legend also includes a sophisticated treatment of the supernatural. The character of Mephistopheles is more than just a stock villain. He is a complex and often philosophical figure who reveals his own anguish as being separated from God. In his conversations with Faustus, Mephistopheles provides insight into the nature of hell and damnation, emphasizing that hell is not merely a physical place, but a spiritual state of eternal separation from God. This deepens the play's exploration of the consequences of Faustus' pact and the existential despair that comes with it. Mephistopheles' reflection on his own torment makes him a more tragic and malfaceted character, adding death to the supernatural element of the play. Why this is hell, nor am I out of it. هنا شو بدي يبين لنا؟ دكتور فاسس شنو كانت انجازاته؟ عفوا كريستوفر مارلو شنو كان من اهم انجازات اللي سواها؟ حاول الامور اللي ما وراء الطبيعه، شنو اللي ما وراء الطبيعه اللي عندنا هنا؟ الشخصيات اللي ما وراء الطبيعه شنو عندنا؟ شلون؟ لوسيفر شيطان، بعد منه؟ ميفيستوفيليس، اي بعد مثلا جود انجل اند ايفل انجل والشياطين والسحر وهي الامور ما وراء الطبيعه وبالاخص الشيطان هنا. حاول الشيطان، احنا دائما شيء مخلوق ما نشوفه وما نعرف شيء عنه. كريستوفر مارلو حاول انه يسويه مخلوق قابل للتكلم وقابل للوصول، يعني خلانا نتحاور مع الشيطان، خلانا نعرف مقاصد الشيطان وافكار الشيطان وحتى فلسفه الشيطان. شنو فلسفته؟ شنو افكاره؟ شنو طموحاته؟ شنو الذنب اللي 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 ارتكبه؟ يعني خلى الشيطان والامور الماورائيه جابها لنا وخلانا نتحاور وياها ونتكلم وياها ونتعرف عليها بشكل اقرب. طبعا هي قضيه الشيطان اصلا قضيه جدا غريبه في تاريخ المسيحي وتاريخ الاسلامي، الى حد انه يقولون انه علم الكلام اللي هو علم الفلسفه الاسلاميه، علم الكلام هو تاسس بسبب الشيطان. يريدون يعرفون شنو حقيقه الشيطان، شنو فكر الشيطان، شنو اصول الشيطان. الى ان وصل ناس، يعني اكو فرق متصوفه من الصوفيه كانوا يبررون موقف الشيطان انه كانوا يقولون انه اكبر ضحيه للخليقه هو الشيطان، لانه ضحى من نفسه، ضحى من اجل انه يبدا تاريخ البشري. يعني لو شيطان ساجد لادم فما صار عندنا بشر وما بدا التاريخ البشري، فيقولون انه اكبر ضحيه للتاريخ البشري هو الشيطان. وهذا طبعا تبرير متصوفي وغير منطقي، يعني هاي صبحت اخر، بس هو التبريرات موجوده. اكو يعني بداوا يتعاطفون مع الشيطان، اكو بداوا يبررون ويعطون تبريرات للشيطان، مثل ما هسه انتم يعني دائما تسوون نفسكم، زين ترتكبون الخطيئه وتبررون الخطيئه، هو الشيطان مثل ما كان يسويها. صحيح؟
صحيح ولا لا؟ ففي المسرحية حاول يجيب لنا شخصية ما ورائية وخلانا نتحاور وياها ونتعرف عليها بشكل أفضل، مثل ما شفنا ما في صفرس مع الشيطان. خلوها على المسرحية صفحة 4. إذن شنو كان يتكلم مع نفسه دكتور فاسس إلى أن اختار أنه يمارس السحر، وهو أفضل العلوم اللي لازم يمارسها. فهنا منو يدخل له؟ Enter the good angel and the evil angel. شنو معناته؟ ملائكة الخير وملائكة الشر. زين سؤال، الملائكة زينين هم بيهم أكو عندنا ملائكة مو زينين؟ يعني evil angel هم عندنا ملائكة مو خوش واجه؟ يعني ملائكة سيئين؟ هنا هذا الحكي هذا. شنو السبب؟ ليش ما قال مثلا devil؟ ليش ما قال الشيطان؟ ليش قال evil angel؟ شنو السبب؟ لا، هنا جاي يوسوس له، يشجع على فعل الشر وممارسة السحر، يعني هو شيطان هذا. بس ليش سماه evil angel الملك السيء؟ هم عندنا ملائكة مو زينين احنا؟ بس ليش يعني سماه؟ حتى شنو؟ يعطي شنو؟ نو نو ها؟ نو باللاهوت المسيحي، بالفكر المسيحي، الشيطان شلون صار شيطان؟ الشيطان هم شان واحد مثلكم، يعني انتم مستقبلكم هم، حتى احكي قصة مستقبلكم شلون راح تصيرون. الشيطان كان ايضا ملك من الملائكة بالفكر المسيحي، وكان مخلوق جيد وملك من الملائكة، ولكن صار عصيان مدني، صار عصيان مدني وصارت ثورة بقيادة إبليس لوسيفر نفسه، وكون جيش من الملائكة اللي كانوا مؤيدين للوسيفر على جهة، وجهة الأخرى جيش الملائكة الجيدين اللي كان سيد وقائد هذا الجيش هو جبرائيل. فصارت معركة طاحنة بين الجهتين، بالتالي انتصر جيش جبرائيل على جيش لوسيفر. وجيش جبرائيل والملائكة الجيدين أسروا مجموعة كبيرة من دولة الشياطين أو من الملائكة العاصين، وكبلوهم وقيدوهم وودوهم إلى جهنم. فذول الملائكة العاصين صاروا عندنا شياطين، يعني بالحقيقة هم مجموعة من الملائكة حسب الفكر المسيحي. الشياطين هم مجموعة من الملائكة. شلون هسه أنتم ملائكة؟ أنتم ملائكة مو لو لا أنتم ملائكة، يعني أصلا ما شاء الله عليكم ملائكة قاعدين، بس بالمستقبل منعرف تتحولون إلى شياطين. هسه لحد الآن أنتم ملائكة قاعدين، بعدين شو يصير؟ الله العالم، أصير مدينة عليا مثلا، عليا شو تسوون؟ شو تقدر تسوون مثلا؟ مثلا ما تدرسون بعد أحسن لا تدرسون. ف ولهذا يسميه evil angel الملك السيء، لأنه هو بالأصل هو كان أصلا ملك من الملائكة. زين يجو enter good angel and evil angel. good angel O Phasis, lay that damned book aside and gaze not on it, lest it tempt thy soul and heap God's heavy wrath upon thy head. Good angel, ملك الجيد يخاطب دكتور فاسس، يقول لي اترك هذا الكتاب، كتاب السحر اتركه، لأنه هذا الكتاب يؤدي إلى غضب الله. طبعا غضب الله wrath اللي هو مو anger، wrath يختلف عن anger، wrath هو مستوى أعلى جدا من الغضب العادي، يعني غضب أعلى مستويات الغضب الإلهي ينزل عليك بسبب السحر. Read the scriptures that is blasphemy. اقرأ الكتاب المقدس أو الإنجيل، أفضل من هذا كتاب السحر. هسا منو راح يتكلم؟ evil angel الملك السيء. Go forward Phasis in that famous art wherein all nature's treasure is contained. Be thou on earth as Jove is in the sky, lord and commander of these elements. يخاطب الملك السيء، شو يقول له؟ يقول له لا، استمر على هذا الطريق، ادرس السحر، لأنه ستكون قدير ومقتدر كالإله جوف في السماوات. جوف هو إله في الأساطير الرومانية،
الرومانيه عندهم اساطير، ذكرون الميثولوجيز قلنا كل شعب يصنع له مجموعه من الاساطير والالهه. اساطير اليونان تختلف عن اساطير الرومان، الرومان عندهم الهه يختلفون عن الهه اليونان. رئيس الهه واب الهه الرومان هو اسمه جوف. فشي يقول له؟ يقول له ادرس السحر وصير ساحر مقتدر لانه راح تصير مثل جوف تتحكم في السماوات والارض. زين؟ طبعا هنا ممكن نحلل ايضا من رؤيه سيغموند فرويد. من هو سيغموند فرويد؟ تعرفوه؟ من هو سيغموند فرويد؟ اي نعم الحمد لله ما فشلتونا قدام الناس. زين؟ اي سيغموند فرويد ما تعرفوه الخاطر الكعبه. اي يا الله. حلو. ممتاز ممتاز، انا جدا اشكرك جدا اشكرك الحمد لله. صحيح. نقدر نحلل موضوع الجود انجل اند ايفل انجل بالاعتماد على نظريه من النظريات اللي طرحها سيغموند فرويد. سيغموند فرويد طرح لنا ثلاثه معايير في نفس الانسان، وهي سوبر ايجو، ايجو اند اد او اد بالدي سمول تي كتبنا اد. شنو معناته سوبر ايجو؟ سوبر ايجو الانا العليا. سوبر ايجو هنا شنو وظيفته في نفس الانسان؟ فرويد شو يقول؟ يقول كل انسان عنده داخله مجموعه من القوانين والمعايير الاخلاقيه اللي تمنعه من ارتكاب الخطيئه. قد يكون مثلا الدين، قد يكون الثقافه، قد يكون الاعراف الاجتماعيه، قد يكون المعايير الاخلاقيه اللي متعلمها من العائله من الاب والام. فاذا هو المانع الاخلاقي اللي موجود داخلك بغض النظر عن مصدر المانع الاخلاقي، دين، ثقافه، اعراف، ما له علاقه، بس هو اكو رادع داخلي يمنعك من ارتكاب الخطيئه. اذا هو هذا الجانب الجيد عند الانسان. الايدز شنو هو؟ هي قوة الغرائز والرغبات والشهوات والمخاوف والطموح والجانب السيء من نفسية الإنسان، هو إد. زين؟ والإيجو هو المنتصف ياخذ منا ومنا. هنا نقدر نحلل الجود انجل اند ايفل انجل بالاعتماد على ذين الثلاثة. هذا قد يكون جود انجل سوبر ايجو اللي يمنعه من ممارسة السحر، يقول له السحر شيء سيء ما يصير، حرام، كفر، اقرا الانجيل، سوبر ايجو هنا. ايفل انجل الاد يقول له اقرا السحر وادرس السحر لانه راح تحصل على اللذات الدنيويه وعلى السلطه وعلى المال والجاه وراح تصير اله على الارض. فهنا الاد. دكتور فاسس اللي هو الايجو فيستمع لهذا ويستمع لهذا، يستمع لهذا ويستمع لهذا، دكتور فاسس هنا بالنص، الى ان بالتالي يخضع للاد مالته، للايفل انجل مالته. زين؟ فشوفوا انه حتى المعارف عبر التاريخ تقريبا متشابهات ولكن الاسماء تختلف. سابقا كانوا يسموه جود انجل اند ايفل انجل، اليوم يسموه سوبر ايجو اند ايد. فبالتالي هي كل حقبه من الحقب الزمنيه بها مجموعه من المعارف اللي تهيمن على عقول الناس. على العموم شكرا جزيلا، ان شاء الله نكمل بالمحاضره القادمه.